نختتم جولتنا مشاهدينا الكرام من أعمدة الرأي من زاوية الكاتب الصحفي عبد العظيم صالح التي تأتي تحت عنوان خارج الصورة من صحيفة آخر لحظة والموسومة اليوم بزيرو عفن. ابتدر صالح زاويته بالقول والله وبكل صراحة حكومة الولاية التي تسمى الخرطوم في عهد الوالي عبد الرحيم حيرتنا عديل، أخفقت في حل مشكلة النظافة قلنا خير، أخفقت في حل مشكلة المواصلات قلنا ما مشكلة، أخفقت في مشكلة معاش الناس برضو سكتنا، أما أن تكب النفايات في وسط الأحياء فدي جديدة كرت. هذا يحدث الآن في محلية كرري لأكثر من أسبوع والمواطنون في حالة من الغليان، ومضى إلى أن المواطنين اكتشفوا بدء العمل في مكب وسط وسيط للنفايات في قلب الحارات 147 و46 والأخيرة على حد قول الكاتب هي مدينة الصحفيين وشمالها مدينة تابعة لضباط القوات المسلحة، وأضاف يعني ولاية الخرطوم ومحلية كرري والمجلس الأعلى للبيئة على رأس الصحفي حسن إسماعيل كل هؤلاء لا تهمهم صحة الآلاف من المواطنين في هذه الحارات البعيدة. ويبدي صالح تأسفه بأن هذه الحارات يسكنها ناس الهامش، ومضى يتساءل إذا كانت القصة ميدان فاضي والسلام فلماذا لم يسمح معتمد كرري بتحويل أقرب ميدان لمنزله لمكب نفايات وسطى، وأضاف مستهجنا ذلك السلوك بقوله لقد كافأت حكومة عبد الرحيم الصحفيين خير مكافأة وهي محاصرتهم بالنفايات. واختتم عبد العظيم صالح زاويته بأنه على الولاية عدم اللجوء إلى الحلول السهلة والتصريحات الكاذبة على شاكلة المحطات مصممة للحفاظ على البيئة، ومضى يقول ساخرا بأن سكان الحارات يريدون حلا سريعا ومنهم من يستعد للرحيل وتسليم مفتاح البيت للسلطات لتوسيع المكب أو قل الكوشة.